طيب ده هذا الدعم يا معالي الوزير انعكاساته ايه على المشايخ اللي موجودين هنا؟ انعكاساته ايه على خطبة الجمعة اللي موجودة هنا؟ لان برضو لازم تحمل جانب توعوي. الحقيقة تأكيدا لما ذكرت الأستاذة منى، الحقيقة يمكن سألت خالد بيه تقريبا سؤال برضه في الإطار ده. أنا في مقال كتبته عن العواصم والحدود وبناء الدول. احنا الحقيقة في مصر دولة رشيدة، زي ما سيادة الرئيس دايما يؤكد، دولة رشيدة في كل شيء، لديها وعي عالي جدا. وانت دايما يمكن بتلاحظ سيادة الرئيس دايما يؤكد على قضية الوعي. الوعي فعلا جزء من الوعي بقى الوعي بالمحافظات الحدودية. الدول الرشيدة الواعية هي اللي تهتم بمحافظاتها الحدودية. ليه؟ مفيش دولة أتيت من الوسط ومن القلب. دايما أي مشكلات كانت تحدث من الحدود، وما يحدث من أي استقطاعات أو مشكلات حدودية. ولذلك المفترض إن احنا دايما في المحافظات الحدودية أفضل الأئمة. احنا مع معالي الوزير المحافظ عندنا في مسجد الصحابة اللي شفتوه أكيد، ومرة تانية مجموعة من أفضل الأئمة الذين يتحدثون باللغات، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وبندفع أفضل الأئمة هنا. يبقى هنا أفضل الأطباء، أفضل المعلمين. ليه؟ لعشان نحصن، وخاصة فيما يتصل ببناء الوعي في مجال الدعوة ومجال التربية والتعليم. ولذلك احنا بندفع بنخبة من أفضل الأئمة إلى المحافظات الحدودية. الأمر الثاني إن احنا اليوم فقط بيتم هنا في محافظة جنوب سيناء افتتاح وإعادة تأهيل 6 مساجد جديدة ما بين بناء جديد وإحلال وتجديد. أيضا في الوقت اللي احنا مركز الثقافة الإسلامية شرم الشيخ والمركز الثقافي بالطور، احنا في مسابقة كبيرة جدا بنعملها سنويا مع السيد المحافظ عشان نشجع المواهب، زي الموهبة اللي حضراتكم شفتوها أمس بالليل، ابننا ما بين قراءة القرآن والابتهالات، لتشجيع المواهب هنا. وهنا مواهب كبيرة جدا، وبعضهم فاز على مستوى الوزارة وعلى مستوى الجمهورية. فبنعمل مسابقة وهيبقى توزيع جوائزها بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة في 17 رمضان بإذن الله تعالى. طبعا موضوع الخطب دايما زي ما حضرتك أشارت، احنا بنواكب الأحداث. احنا قبل ما يبدأ ظروف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كان محدد باعتبار ان اليوم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل المتابعين والمشاهدين طيبين، بمناسبة النصف من شعبان، كان موضوع خطبة الجمعة ما وراء القبلة، وكان الحديث عن تحويل القبلة. لما جت ظروف تداعيات الأسعار العالمية والغلاء والأزمات، خلينا الاحتفال بليلة النصف يوم الأربعاء أول أمس، وده اللي تم فيه الحد الاحتفال بليلة النصف، لكن خصصنا الخطبة اليوم لفقه التعامل مع الأزمات، وده فقه الأولويات وترتيب الأولويات، وإن الخطاب الديني يبقى متواكب مع ما يحتاجه الناس وما يحتاجه المجتمع، لا ينفصل عن الواقع.